بيوتيفول كده في التا. من أجمل الكلمات اللي ممكن يسمعها الإنسان. طه الجدال يكتب الشعر كقصة كاملة، يحكي مساديره، يحكي طبيعته ببساطته الجميلة. فتحية لك مخرجنا ياسر حبيب على هذا الاختيار الجميل، هدية جميلة جدا. من هنا مشاهدينا مباشرة إلى ضيف هذا العدد من عبد الرحمن هذا المساء، ويمكن ضيفاء هذا العدد. هلنا معانا فنان ملحن، شاعر ملحن، كاتب للقصة وملحن أيضا، اجتمعوا كلهم في شخصية واحدة. وأيضا معانا صوت جميل جدا، صوت شاب الليلة من خلال عبد الرحمن هذا المساء، يغني لنا جميل أغنياته وإبداعاته. خلونا نعرفكم بمهدي آدم حسين والفنان محمد زايد. أستاذ مهدي على يساري والفنان محمد زايد، أهلا بكم في عبد الرحمن هذا المساء. أهلا بك. أهلا بك أستاذ مهدي آدم حسين. بداية أنا عرفتك ملحن وقاص وشاعر، كيف اجتمعت المواهب دي كلها في شخصية واحدة؟ السؤال ده سؤال جميل طبعا. مسألة التلحين دي فيها غرابة شوية لأنها جات متأخرة، يعني أنا ملحن في عمري الحالي ده، ووراها دعم كبير من إخوة موسيقيين ومثقفين. لما قدمت نفسي أول مرة إنه أنا ملحن، كان معي أخي وصديقي الدكتور علاء الدين محمد عبد العاطي، اللي هو حاليا رئيس شعبة الموسيقى في كلية الموسيقى والدراما بجامعة السودان، وأول زول مسك جيتار، وفي فنان شاب مطرب محمد خليل غنى لحن ليا، والكلام ده كان قبل سنوات قليلة، يعني في حدود 5 سنين كده تقريبا. لكن التجربة البكرة الأولى كانت مع القصة والكتابة. نعم. كتابة الشعر. نعم. وكتابة النثر. طيب محمد، أنا سعيد جدا بوجودك معنا في عبد الرحمن هذا المساء، صوت شاب نتعرف عليك. ويمكن يعني الفنانين الشاب الآن، الشباب في الساحة الفنية كثيرين جدا، ماذا يميز محمد زايد؟ محمد زايد الحاجة اللي بتميزني إنه أنا يعني مما بديت بإنه أعمل أعمال خاصة من بدري، يمكن أكون من 8 9 سنة ولغاية حسة مواصل في الحاجة دي. يعني أغلب ممكن يكون الواحد بيقلد أو بيتأثر بفنان معين، بيبدو دائما بالحقيبة بيغنوا للغير. أي. في الشباب. فأنا بديت بحقي، يعني أي غنيت للفنانين الكبار، يمكن أغلبهم غنيت لهم، لكن حاولت أنه أكون حقي أنا برأيي كمحمد زايد. يعني طيب في نموذج أغنية لحن لك الأستاذ مهدي وغنيتها أنت. أيوه. وده نموذج بيشرككم مع بعض، رأيكم شنو؟ نسمع الجمهور هذه الأغنية ونرجع نتعرف أكثر على تجاربكم اللحنية والغنائية. جميل إن شاء الله. طيب نسمع مشاهدينا الكرام. عسى ولعل ألاقي يوم قيلت، عسى ولعل ألاقي محبوبي يعرف إني أسرعت صبكت
مندوبي ويدري كم كم جاهد شخص مطلوبي كم بهواه غنيت في شعر كم بمرآه أدليت في صمت كم بهواه غنيت في شعر كم بمرآه أدليت وكم له شيدت بصمك وما كفيت وكم له شيدت بصمك وما كفيت وكم له شيدت بصمك وانا من ساعة عرفته صارت لي الافلاك محل وبيت مأسود بطلاسم سحره لا صبحت لا لا أنا مأسور بطلاسم سحره لا صبحت لا لا أمسيت خلاني إخواني خلاني إخواني هل أنا جاني أم كنت مجناني وهل هذا النحول إنساني وهل الإنس بالروح فقط للجسماني وهل 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 والله كان ضعت ضيعت زول سوداني زول به وزول انظر ماني زول به وزول انظر ماني من النجوم جيلتا عسى ولعل ألاقي محبوبي بين النجوم جيلتا عسى ولعل ألاقي محبوبي. جميل جميل يا محمد بجد، يعني اللحن مختلف، انا حسيت انه فيه احساس مختلف، ما اعرف ده يمكن يعني اختلاف الاجيال بيناتكم، الكلمه واللحن من جيل الكلمه وجيل جيل اللحن الرصين وصوت شاب. طيب استاذ مهدي، يعني انت لقيت محمد وانا محمد لقاك؟ والله هي بالصدفه انا لقيته اكثر ما هو لقاني.
طبعا باعتبار انه اولا انت احيي قناة ام درمان، اسف جدا قبل مريت على طول، والشكل اللي انتم بتقدموه ده وفنانين الشباب وكذا، افتكر انه ده شكل متقدم وبينجز في المشروع الثقافي بالنسبه للسودان بعامه. طيب محمد، انا لقيته لانه كنت اصلا ببحث عن اصوات، دي نمره واحد يعني. لما تاكدت انه انا عندي قدره على التلحين وكتابه الغنى تاكدت يعني، تاكدت 200 برضو. انا دائما حارجع مره ثانيه لاصحابي واصدقائي وكذا، وهم كلهم ناس عاملين في المجال الثقافي والفني بشكل عام، من ضمنهم الاستاذ المرحوم ياسر يوسف واخونا الاستاذ محمد حامد الجزولي اللي هو بتاع المورد المشهور والمعروف، واخرين كسر واستاذ نصر الدين حمدان وكذا، مجموعه كبيره عبدوا تجربتك اللحنيه. فانا في بحثي ديا صادف انه قمت قابلت محمد زايد، فببساطه شديده جدا قلت له محمد زايد قال بتغني؟ قال لي بغني يا اخي غني، احنا واقفين كده على طول. وهو بمنتهى التواضع، ما كان عنده يعني، انا ما كنت متخيل يعني انه حيرد الفعل حتكون كده. اي هسه حسب انت تقديرك وتقييمك ليه هو كمطرب شاب صوته جميل محمد. بالضبط. فانا مع الموهبه دي اول حاجه اكبرت تواضعه ديا، نمره واحد. نمره اثنين الجديه، هو تعامل معي بجديه، انا تعاملت معه بجديه، هو المساله مستمره اتخلقت. الغنيه الجميله دي هي ده التعامل الوحيد بيناتكم ولا في تعامل ثاني محمد؟ في كثير. كم أغنية بينك وبين أستاذ مهدي؟ تقريبا زي 10 أغاني كلها تغنت. اتسجلت؟ ما اتسجلت، ما طلعت للنور. ليه؟ السبب شنو؟ والله السبب ممكن يكون كسل مني. منك أنت ولا من أستاذ مهدي؟ من أستاذ مهدي. لا لا مني أنا، ما أستاذ مهدي مشغوليات كثيرة، ففي ضغوطات شديدة، عشان كده الواحد ما فرغ نفسه للحياة دي. لكن إن شاء الله في المستقبل يعني تطلع على النور والناس تعرف بجد يعني. يعني انت صوت يعني محتاج فرصه، محتاج تجود اكثر، محتاج تسجل، محتاج تنشر. الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي هسه ما خلت حاجه، فانا بوصيك انه يعني تبدا في الخطوه دي. هذه طيب وصيه ان شاء الله هعمل بها. استاذ مهدي، هل جربتوا تكتبوا بالدارجي ولا الكتابه كلها باللغه العربيه الفصحى؟ لا معظمه بالدارجي يعني، وانا ما حريف في الدارجي، انا اصلا بكتب في الفصيح بالاساس. لكن في سبب برضو، عندنا فنان قديم من الناس اللي درسوا في القاهرة، درسوا مزيكا يعني، اسمه مكي عثمان، هسه موجود حاليا، كان في ألمانيا هسه موجود في السودان. فده أنا عشانه بديت أكتب الدارجة، عشان أكتب غنى على الأقل يقدر يماشي المحتاجة والساحة الفنية. لأنه بجد أنا سألتك لأنه اللغة العربية الفصحى الآن بدأت تندثر في الأغاني يعني، بالذات من الشباب ما بيختاروا النصوص العربية يعني، بيختاروا الدارجي، وحتى في الدارجي الدارجي الخفيف الجديد، الدارجي فيه كلمات المفردة الخفيفة اللي بتقبلها أي زول. هل صعب تغني بالدارجي؟ ما بيصطادك شرك النحو ولا شرك اللغة العربية اللي ممكن تكون كبيرة؟ ممكن ناس لاحظتك انك بتنساب يعني مع الكلمات واللحن. يلا مع الممارسة والتكرار انت بتلقى نفسك ماشي، لكن اللغة العربية هي ام اللغات يعني. فيمكن تكون هي صعبة، صعبة في في التلحين والتغني بها، لكن لما بروفات وبراكتسين اكثر فبتتجود. طيب رايكم شنو تدونا نموذج ثاني بالدارجي؟ بالدارجي مجهزين حاجه ولا في حاجه بالعربي؟ في حاجه بالعربي او بالعاميه بتاعتنا نحن. ايوه لغه الوسط، لغه المتعلمين يعني، أوكي. او لغه الجرايد زي ما بقول. طيب يعني كلمنا عن النموذج ده قبل محمد ما يغني يا استاذ محمد. طيب في اغنيه انا شخصيا عندي معها علاقه غريبه وصعبه شويه، واللي هي كانت في ظروف معينة يعني. أنا ما أحكي، ممكن أحكي قصتها وموقفها. حمد طبعا أنا في التلحين يعني، أنا زول لا بعزف آلة لا غير ولا كذا، حدودي في التلحين في زي ما بقولوا في الثانية يعني، والإحساس الداخلي. بالضبط. فبيشتغلوا معاي موسيقيين على مستوى، ضربت له تلفون وضربت تلفون لأخونا أستاذ محمد حامد الجزولي، وما
مشكور ومشينا له في البيت وكذا، ورغم تعبه وكذا قعدنا في لحظتها سمعتها محمد زايد اللحن ما راجعني فيه. أستاذ محمد حامد مسك العود ما راجعني. حاجتين ثلاثة بسيطات اشتغلنا كانت الأغنية اللي هي حتكون هي حاجة شوقتنا نسمعها. طيب تفضل يا محمد. وكنت انا برضو قبل محمد ما يتجهز للأغنية والعازفين اللي معاه عاوز اسالك سؤال، هل الملحن بيتولد في بيئه لحنيه ولا يعني الحاجات اللي بتاثر عليه شنو وكيف بيبقى ملحن يعني؟ طيب انت معنى كده دخلت في حته أيوة بتاعت الموهبه وتنميه الموهبه. انا في اعتقادي الشخصي، اعتقادي الشخصي يعني كل الناس بيملكوا نفس المواهب بنفس الدرجة. بعد ذاك اختياراتهم الذاتية هي اللي بتخليهم يتخصصوا في مجالات معينة. طيب إذا نحن نظرنا للتلحين ولا للغناء ولا كذا، الغناء ده ما بيتطلب ملكات معينة اللي هي ملكات صوتية وكذا، دي أنت ما يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى بيخلقك بها كده كويس. لكن مسألة التلحين، مسألة كتابة الشعر، مسألة كده، المسائل دي كل الناس عندهم فيها جزء. اللي بيمسك فيها وبيطور نفسه، بيطور نفسه بمعنى بيتعلم تعليم ذاتي، بيمسك في الأشياء الأساسية اللي هي مثلا الإيقاع وغيره وكذا وكذا، بينفوز للأمام. بعدها بيبقى في الشكل العادي المعروف انت هاو يعني كيف انت تعبر عن نفسك، وفي نفس الوقت دار تتجاوز الآخرين أو تكون قريب ليهم اللي هم سبقوك في نفس المجال ده كله. لو ما عايزه انت بتكون عايز تميزك. يعني هي بتبقى الفكرة بتاعت التميز هنا هي اللي بتصنع منك فنان جيد بشكل عام، يعني فنان او جيد. على الاقل مجود للحاجة اللي نعم انت نعم عندك موهبة فيها. لكن عشان تكون عبقري بقى دي مسألة تانية. او ده مجال تاني. طيب ده جاهز يا محمد؟ ان شاء الله. طيب نحن هنبدأ نسمع الأغنية اللي ذكر لنا أستاذ مهدي، تفضلوا. في المحبة الولد دنيتكو حبة وزاد في المحبة الرادة بقلبة ورايكم الشين ولا تملسوا
ليل الولاد عرسو قلبي ليل الولاد عرسو ما بنو آدم لا بنو آدم ما كله كله أخو الولاد رايكم كملا والبنية حبا الولاد رايكم كملا والبنية حبا مالو جابا مالو جابا أهلو جابا شغلكم ديش كم حساد العبا غشاكم في ضراكم المانساكم غشاكم في ضراكم المانساكم كايس رضاكم غشاكم في ضراكم المانساكم كايس رضاكم جدا ايقاع مختلف المرة دي اخترت ايقاع من غرب السودان هل يعني انت قاصد انه تسلط الضوء على واحد من ايقاعات المنطقة دي ولا في نفس اللحظة اللي انت لحنت فيها يعني بس جات كده يعني حاجة عفوية في عفوية اكتر من اي حاجة لكن جائز ده موروث يعني داخلي رغم انه احنا نقول أولاد المدينة لكن ده موروث موجود يعني لقينا قدامنا غير كده أنا عندي يعني بحب اللهجات السودانية بشكل عام كده يعني كل اللهجات السودانية تقريبا بتعامل معها بطريقة ما بس دار أقول حاجة أنا في كلامي الفات ما كنت بعني الأغنية دي كنت بعني اللي هو قال الأغنية محمد يعني الحب الخرافي أغنية تانية إن شاء الله إذا الزمن أسعفنا نسمعها كمان لكن يعني أنا برضو حابة أسألك سؤال أستاذ يما هدي آدم حسين هل بتختار الكلمة للحن ولا اللحن للكلمة طبعا تدمجت عندك الأشياء يعني طيب قبل ما ذات الزمن يمشي طبعا بذكر أستاذ حمدي وأستاذ أنس الشكر الجميل اللي هم شاركونا وتكبدوا وهم زي ما بقولوا يعني هم في 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 الظل لكن هم الحاجات دي كلها قايمه عليهم هم اساس الشغل وناس شباب وداعمين مشروع اخوهم محمد زايد نعم بالنسبه ل ل ل ل ل ل لسؤالك انا بشكل عام بحاول اخطط يعني ما 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 منافس لآخرين ولا غيره بحاول بقدر الإمكان أعبر عن مجموعة من الأفكار الموسيقية والأفكار اللحنية بقدر إمكاناتي يعني باعتباري أنه أنا زول ما دارس مزيكا ما بعزف آلة ما كذا ما كذا لكن بمفهوم الفن العام الواحد بيدخل مع الناس في 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 نهاية الجول في نهاية الجول بشكل عام أنا وأنا يعني على الأقل هي أنا بسيطة كده ما أنا عالية بس هم بيدوري وبحاول اكتشاف أصوات اكتشاف أصوات يعني بقدر الإمكان لكن ما جاوبتني على سؤالي أنا يعني أنا بتخيل في أستاذنا مهدي هو بيكتب هل بتكتب والدندن أنا ولا بتكتب وبعد ذاك بتلحن؟ انا طبعا ما سؤالك زاغ مني بعد ذاك عشان كده قعدت اتلولو لك في الكلام المهم في انت ريحت لي سؤالك عموما يعني مثلا الاغنيه اللي كنت بتكلم عنها دي دي كنت بتدندنها الغناء محمد بين النجوم بين النجوم دي اشتغلت المطلع وانا ماشي وسجلته المطلع كان يعني اخذ معاي زي 25 ثانيه قمت لقيت محمد قال لي يا اخي قلت له يا اخي كده اشتغل معايا الحاجه اشتغل معايا المطلع سمعته يعني عرفت بعدين وخلاص انا عندي لحن وشعرت دي اهم حاجه بالنسبه لي يعني اسمع المغني فسمعته المزله وقعت لي بس بعد ده بقيت انا اشتغل بعد ده بقى شنو بقى الشغل هنا حرفيه بالتحديد يعني حرفيه بمعنى انا زول بكتب
بين النجوم قيلتها عسى ولعل الاقي محبوبي. ده كلام خطير يعني يا اخوانا، الكلام ده ملحن وكذا، انا اقول شنو يعني؟ بعد ده انا احاول ادلل قيلتها كيف يعني بين النجوم كده يعني ببساطه. جميل جدا. انا سعيده بانه انا يعني بعرف المشاهدين بتجربه زي دي كده وثنائيه يعني بين جيلين مختلفين وافكار. يمكن محمد بحرفيه كبيره جدا بتقبل يعني لحنيات الاستاذ مهدي وباديه من غير ما حتى يحاول انه مثلا يعني يغير فيها او كذا. هل ده لاقتناع من جواك بموهبه استاذنا مهدي ولا يعني انك مستسلم للحكايه؟ لا 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 اكيد انا مقتنع تماما انه هو عنده اسلوب جميل جدا في التعبير، عنده كلمات جميله جدا. في حاجات لسه احنا ما اكتشفتوها، يمكن مع بعض يعني تكتشفوا اغنيات. طيب انا عفوا ما دركت، لكن الحريش تلزمش يعني لا ما حرش، لكن الطبيعي والمعروف انه يعني الان الشباب الان دي اللي عندهم راي في اي حاجه ما بيقتنعوا بالحاجات الجميله القديمه العتيقه، فبيحاولوا انه شنو يدوها بصمه شبابيه، ولما تخش البصمه الشبابيه دي في راي شخصي بتخرب حاجات كثيره. ف نعرف ده ما تحيز للجيل القديم وللاغنيات القديمه، لكن يعني انا بعتقد انه الجيل ده كان عنده ملكه أكبر وأعظم وراسخة حتى في الأغنيات اللي قدموها وفي الإبداع اللي قدموه وما زال خالد لحد الآن. محمد إحنا في ختام هذا اللقاء، أستاذ مهدي أنا يعني حزينة إنه ما عندنا وقت طويل عشان إحنا نتعرف أكثر ونغني أكثر، لكن في الختام يعني حنختم بثنائية كمان أغنية لأستاذنا محمد مهدي ملحنة وحيأديها لنا محمد زايد، هتغني لنا الأغنية الجبال صح؟ أيوة أيوة. الحب الخرافي، حب خرافي، الحب الخرافي إن شاء الله. مرات كثيرة تحصل يعني ارتباكات كذا، لكن بالذات للأغنيات لما أغنية تعاد على الهواء. لكن أعرف فكرة أنا من الـ يعني معضدين جدا لأنه الفنان يكون معه يعني عازفينه لايف أفضل من أغنية تكون تسجيل وتتغنى يعني تتغنى بالمايك أو تتغنى بلاي باك، بتفقد إحساسها ولا شنو أستاذ مهدي؟ نعم كلامك ممتاز جدا. جميل صح؟ أي إذا حبيت تغيروا الأغنية ما مشكلة. لا 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 دايرينها هزات. دايرينها هزات. هي مقبل حكينا قصتها لصالح برنامجي. هي قصتها شنو؟ قصة كتابة النص يعني. والله ما أنا كنت في ظروف كده. ظروف صعبة يعني، النص ده كتبته كله وملحن كله، يعني أنا راقب. يعني كنت منفعل بدرجة، قمت أخذت الورقة طق 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 طق. بيقول شنو؟ ممكن تقول لنا المقطع الأول؟ طيب. حبي ليك. خرافي نابع من الحنايا في الزمن الأساسي، يا شقيقة الروح يا مرافي رسي أحلامي واطرد المنافي، حبي لك حب خرافي. أنا ما أعرف الانفعال ده، هل دي اللي قصة حب فعلية؟ ما عندها أي علاقة بالحب، يعني حب الأنثى وحب المرأة للرجل والرجل للمرأة ما عندها علاقة. ما عارف جايز الآخرين يبقى فيه حاجة لحاجة رمزية، مدينة أو وطن أو أوكي. اسمع محمد. Thank you.
سلام يا سلام. جمال المفردة ورصانة المفردة وعبقة وطلع من جوه الإحساس. أنا ما قادر أصدق إنه الأغنية دي يعني اتكتبت في لحظة بتاعت استرخاء بس في ساعة أو في وقت قصير يا أستاذ محمد. يمكن المعجزات بتخلق في أوقات قصيرة صحيح؟ نعم. سعيدة جدا بوجودك معي. شكرا. كنت ضيف عزيز على أم درمان هذا المساء، الشاعر والقاص والملحن مهدي آدم حسين اللي قدم الكثير من الألحان والعديد من الإيلازات الجميلة للشباب الجدد. شكرا لك كنت ضيف على أم درمان هذا المساء. شكرا لكم وشكرا لقناتكم، وإن شاء الله نكون أصحاب لكم. و انتوا خلاص اوريدي اصحابنا بشكل دائم باذن الله. الله يبارك فيك. الله يديك العافيه. محمد زايد الصوت الجميل اللي اتحفنا من خلال ثلاث اغنيات في هذا المشوار، صوت جميل ويمكن محتاج اجتهاد اكثر يا محمد عشان تظهر للناس والناس كلهم يعرفوا محمد زايد ويعرفوا هذا الصوت المبدع والجميل. سعيدنا جدا بوجودك معنا. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك كثير. ما عندك حاجه تقولي في الختام؟ والله في الختام أنا بحييك أولا على التشجيع ده، وبحيي الغناء في برنامج هذا المساء إن شاء الله، ونتمنى أنه نكون متواصلين إن شاء الله عن طريقكم إن شاء الله. شكرا لكم ضيوفي الأعزاء. شكرا على العود منه حمدي. حمدي. وعلى الإيقاع أنس. أنس. حمدي وأنس شكرا لكم. كنت ضيوف ايضا على أم درمان هذا المساء، يمكن ما كنت قدام الكاميرا لكن كنت الاساس. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا. بعد الفاصل شوف ما تبقى من أم درمان هذا المساء.